السلام عليكم. النهاردة هنشرح ليسون 2 Comparing and Ordering Rational Number. يعني ايه؟ يعني انا بعمل Comparing، بشوف Rational Number لو انا على ال Number Line المكان بتاعه فين بالظبط. طب لو انا عايز اعمل Represent 3 over 4 على ال Number Line، خد بالك 3 over 4 بالكالكوليتور هو ايكوال ايه؟ 0.75، يعني ما بين ال 0 وما بين ال 1. برسم النمبر بتاعي، نمبر لاين بتاعي، ادي الزيرو وادي الوان، لان 3 اوفر 4 ايكوال 0.75. طيب انا عندي هنا الدينومينيتور هو 4، بقسم ما بين الزيرو وما بين الوان، بقسمها ل 4 بارتس، ادي بارت 2 بارت 3 بارت 4 بارتس. طيب وبعد كده بقول ايه؟ انا عندي هنا اوفر 4، فبقول الزيرو دي 0 اوفر 4، والبوينت اللي بعديها 1 اوفر 4، البوينت اللي بعديها 2 اوفر 4، البوينت اللي بعديها 3 اوفر 4. بص كده عندي ال1 هتلاقيها ايكوال هي لوحدها 4 اوفر 4، 4 اوفر 4 ايكوال 1. طيب هو انا عايز اعمل ريبريزنت لل 3 اوفر 4، باجي هنا عند 3 اوفر 4 وبعمل عليها سيركل، ودي البوينت اللي انا محتاجها. اكزامبل تاني، ريبريزنت 7 اوفر 5. 7 اوفر 5 ده امبروبر فراكشن، بحوله لميكسد نمبر يبقى 1 2 over 5. جت ازاي؟ 7 over 5 table 5 كام باي 5 يديني 7 equal 1، 1 by 5 1، 1 by 5 5، يبقى من ال 7 2 remaining over 5. اوكي باجي بعمل النمبر لاين بتاعي. انا بعمل كده ليه؟ عشان اعرف ال 7 over 5 موجوده فين بالظبط. هي موجوده ما بين ال 1 و 2 over 5 وال 2، ادي ال 1 وال 2 اهي، يبقى 1 2 over 5 هي موجوده ما بين ال 1 وال 2. بعتبر انا عندي هنا الدينومينيتور 5، يبقى ال1 دي عباره عن ايه؟ 5 اوفر 5 اهي ب1. وبقسم هنا، انا قلت زي ما قلت في الاكزامبل اللي فات دي 5، يبقى برسم هنا، بقسمها هنا ل5 بارتس 1 2 3 4 5، وباجي بقول ده 5 اوفر 5 اللي هو ال1، يبقى ده 6 اوفر 5، 7 اوفر 5، 8 اوفر 5، 9 اوفر 5، 10 اوفر 5. 10 اوفر 5 ده ايكوال 2. طيب وباجي بعلم عليها وخلاص. انا عايز ايه؟ 7 اوفر 5، باجي بعمل هنا، بشوف هنا وبعمل كده وبعمل عليها سيركل وبقول ان هي دي 7 اوفر 5. طيب اكزامبل تاني، ريبريزنت نيجاتيف 24 اوفر 9. نيجاتيف 24 اوفر 9 انا ممكن اعملها سمبليفاي، ديفايد 3، 24 اوفر ديفايد 3 ايكوال 8، 9 ديفايد 3 ايكوال 3، يبقى ايكوال نيجاتيف 2، 2 اوفر 3. يبقى انا كده عشان احدد هي موجوده فين على النمبر لاين بتاعي بالظبط، نيجاتيف 8 اوفر 3 موجودة ما بين نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3، وباجي بقسم النمبر لاين بتاع ما بين النيجاتيف 2 ونيجاتيف 3 لكام بارت؟ زي الدينومينيتور هنا يبقى 3 بارت. دي نيجاتيف 2 هي عبارة عن نيجاتيف 6 اوفر 3، عشان نيجاتيف 6 اوفر 3 ايكوال نيجاتيف 2، يبقى اللي بعديها نيجاتيف 7 اوفر 3، اللي بعديها نيجاتيف 8 اوفر 3، اللي بعديها نيجاتيف 9 اوفر 3، نيجاتيف 9 اوفر 3 هو 3، نيجاتيف 3. يبقى نيجاتيف 8 اوفر 3 اللي هي ديت بعلم عليها، هو ده البوينت اللي انا عايزه. Comparing and ordering rational numbers، عايز اعرف فين الكبير وفين الصغير. النمبر لاين بتاعي كده، هنا الزيرو بيبقى شمالي، النيجاتيف كله بيبقى يميني، بوزيتيف كله. يعني لو قلت 1 اوفر 3 ده فراكشن و 4 اوفر 3 ده فراكشن، 4 اوفر 3 مور ذان 1 اوفر 3، او 4 اوفر 3 مور ذان، هنا هقول 1 اوفر 3 ليس ذان 4 اوفر 3. طب لو عكستها يبقى 4 اوفر 3 مور ذان 1 اوفر 3، نيجاتيف 5 اوفر 3 ليس ذان نيجاتيف 2 اوفر 3، او نيجاتيف 2 اوفر 3 مور ذان نيجاتيف 5 اوفر 3. كومبير بتوين تو نمبرز 5 اوفر 12 و7 اوفر 12. طب انا ما عندي الدينومينيتور واحد، يبقى ال 7 اوفر 12 هو اللي مور ذان 5 اوفر 12. طيب 1 اوفر 4 ونيجاتيف 5 اوفر 6 ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ طبيعي ان البوزيتيف اكبر من النيجاتيف، يبقى 1 اوفر 4 مور ذان نيجاتيف 5 اوفر 6. 11 اوفر 12 و11 اوفر 15، طالما الدينومينيتور مش واحد والنيموريتور هو اللي واحد، يبقى الصغير تحت هو الكبير، يبقى ده مور ذان ده. طيب 6 اوفر 12 و2 اوفر 3، 6 اوفر 12 و2 اوفر 3 انا ممكن اعمل لهم ال LCM العادي اللي خدناه زمان في برايم 4، برايم 4 و5، هيطلع لي 12، يبقى هنا 12 وهنا 12. 12 ديفايد 12 1، 1 باي 6 6، 12 ديفايد 3 4، 4 باي 2 8، فين الكبير؟ 8 اوفر 12، 3.2 و11 اوفر 2، 3
ال 11 اوفر 2 انا ممكن احولها ديسيمال زي دي بالظبط، هعملها باي 5 فوق وتحت، هيديني 5.5. 5.5 و 3.2 اكيد ال 5.5 اكبر من 3.2. طيب اخر واحدة عندي الرينج اسيندنج، عندي نيجاتيف 2 اوفر 3، 3 اوفر 4، نيجاتيف 7 اوفر 12، 5 اوفر 6، نيجاتيف 1. هعمل ال ال سي ام للدينومينيتور كله 12، يبقى ده هيبقى نيجاتيف 8 اوفر 12، 9 اوفر 12، نيجاتيف 7 اوفر 12، 10 اوفر 12، نيجاتيف 12 اوفر 12. ارتب، هو عايز ascending من الصغير للكبير، يبقى اصغر حاجة نيجاتيف 12 اوفر 12 اللي هي نيجاتيف 1، بعد كده نيجاتيف 2 اوفر 3، نيجاتيف 7 اوفر 12، بعد كده 3 اوفر 4، وبعد كده 5 اوفر 6.